في الأول من فبراير من سنة 1893، دخل الأرستقراطي الإيطالي عمدة مدينة باليرمو سابقاً المدعو إيمانويل نوتربالتولو إلى مقطورة في قطار من الدرجة الأولى في محطة بجنوب شرق باليرمو. وبمجرد وصوله إلى مقطورته، وضع بندقيته على دعامة موجودة فوق مقعده لانتشار قطاع الطرق حينها في صقلية، إلا أنه لم يكن يعلم أن تلك ستكون اللحظات الأخيرة في حياته. فكيف اكتشفت جثته؟ بما يفسر وقوف المافيا وراء حادث اغتياله؟ ثم كيف توسعت أنشطة تلك الأخيرة في إيطاليا؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، كذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب لنتابع. لم يعلم إيمانويل أن رجلين يرتديان ملابس سوداء قد صعدا خلفه، وبعد فترة وجيزة من انطلاق القطار فقد دخل في نفق ما بين تيرميني وترابيا، وعندها وجد الرجلان يحاصرانه ويحمل كل منهما خنجرا، وبفعل صوت ضجيج القطار في النفق فلم يسمع صراخه. وبعد أن خرج القطار من النفق وانتشر فيه الضوء مجددا، فقد تم اكتشاف جثة إيمانويل وأنه قد تلقى 27 طعنة. وبفعل أنه كان سياسيا نزيها، فقد علم أن مافيا صقلية هي من خلف الأمر، حيث تتوسع تلك العائلات الصقلية القوية وتستمر في التوسع والازدهار من ناحية الخطورة. كما لم تكن القوة الحقيقية لتلك المافيا معروفة، فقد كانت تنفذ ضربات قوية تخص بها السياسيين المعارضين لمصالحها بإيطاليا، كما أنها وصلت إلى حد الولايات المتحدة الأمريكية. يعد تاريخ تلك المافيا غامضا نوعا ما، فخلال منتصف القرن التاسع عشر كانت مدينة صقلية أرضا للفرص والوفرة، وحينها اجتمع قطاع الطرق وشكلوا تحالفات، كما وضعوا قوانين للمدينة وتسلسلا هرميا لمنظمتهم، حيث انتشرت في تلك الفترة جرائم القتل والابتزاز والسرقة في وضح النهار. ويقال أن بدايتهم كانت بحماية أراضي الليمون المملوكة لأصحاب رؤوس الأموال، والذين كانوا يحققون أرباحا هائلة. وعلى سبيل المثال، عندما اكتشف الدكتور غالاتي الذي دخل مجال الحمضيات أن الحارس المكلف بحماية المخزون كان يسرق من الليمون ثم يقوم ببيعه ويربح المال الذي كان يجب أن يذهب لغالاتي، فقام بطرده كما وظف حارسا آخر، وبعد يوم وجد حارسه الجديد مقتولا قبل أن يتوجه إلى السلطات التي، ورغم كل المعلومات التي قدمها فلم تتحرك ولم يتم أخذ الموضوع بجدية. ثم بدأت تصله رسائل تهديد تطالبه بإعادة حارسه القديم للعمل، ولكن وعندما رفض بدأت محاولات اغتياله تتزايد قبل أن يقرر الهرب وترك العمل في الحمضيات. ولكن ما لم يكن يعلمه هو أنه كان يلعب مع المافيا، والتي اشتهرت في ذلك الوقت تحت اسم كوسكا، فكانت طرقهم لجلب المال خبيثة، فقد كانوا يحصلون على وظائف في مجالات تجارية كبرى ثم يستولون على التجارة بكاملها وتصبح الأرباح ملكهم، كما كانوا أحيانا أخرى يحصلون على المال مقابل حماية بعض المشاريع والتي لم يكن أصحابها يعلمون أنهم المسؤولون عن الهجوم أيضا. وقد اشتهرت في تلك الفترة جملة لدى السكان المحليين لمدينة صقلية، وهي: إذا كنت في الزقاق ليلا فلربما يكون لديك موعد مع خنجر أو اثنين. كانت الهجمات في الأيام الأولى تأتي في الطرق الريفية المهجورة قبل أن تتحول إلى أزقة المدينة والشوارع الرئيسية، وكانت هنالك مافيا أخرى معروفة بعمليات القتل في الطرق الريفية ويطلق عليهم مافيوزو، وهي كلمة صقلية تعني بالنسبة لسكانها الشجاعة الجريئة أو الفروسية الريفية. وأحد هؤلاء اللصوص الأوائل كان شخصا يدعى
سالفاتور جوليانو، وقد أصبح مطلوبا عندما قام بقتل شرطي في أحد الأسواق السوداء، وقد كان ذلك خلال الحرب العالمية الثانية عندما كان الطعام شحيحا في صقلية، كما كانت 70% من المياه الموجودة في المدينة تأتي من السوق السوداء. ولم يكن جوليانو شخصا مكروها وسط الناس، حيث كانوا يعتبرونه مثل روبن هود، وفي بعض الحالات كان يقتطف الأغنياء من أجل فدية قبل أن يوزع بعضها على الفقراء. ولكن وفي الأول من شهر مايو، وعندما كان الفلاحون يحتفلون بعيد العمال في بورتيلا ديلا جينستر، وبعد أن بدأ الزعيم الشيوعي المنتخب حديثا يتحدث إلى الحشد، فقد تلقى رصاصة وتوفي. وخلال عمليات إطلاق النار أيضا قتل 11 شخصا بريئا وجرح 27. وقد عرف عن جوليانو أنه لم يكن محبا للشيوعية. ثم في سنة 1950 فقد قتل جوليانو في معركة أسلحة نارية، ولكن وقبل وفاته كان قد كتب رسالة والتي وصلت إلى السلطات، وجاء فيها أنه كان يعمل مع أحد السياسيين الكبار والذي قرر قتله بفعل أن أصبح مثل الكابوس بالنسبة له، وأضاف أنه إذا كشف فستدمر حياته السياسية والعائلية. ثم انتشرت أخبار من قبل المدعو بسكيوتا أنه وحين كان في السجن فإن رئيسه جوليانو قد تلقى خطابا قبل مقتله، وهي رسالة تفيد أنه يجب عليه السماح لعصابة بالقيام بتلك المذبحة التي حدثت في بورتيلا ديلا جينسترا. وبعدها سيتم إخراج بيسكيوتا من السجن، ولكن لم يحدث شيء من ذلك، وفي النهاية قتل جوليانو قبل أن يتم تسميم بيسكيوتا وهو في السجن. كما قالت والدة بيسكيوتا أن ابنها قد قتل ولن يستطيع قول كل ما يعرفه، ولكن هناك أشخاص آخرون سيخرجون ويتكلمون، كما أنها كانت تشك في أن للسلطات يد في العمل مع تلك العصابات. وبالفعل فقد كان بعض رجال الشرطة والضباط ذو الرتب الكبرى يعملون مع المافيا في الخفاء، فقد استطاعت المافيا السيطرة على مجال العقارات لقرن كامل في مدينة باليرمو. ولكن مع القوة والمال تأتي الخلافات، حيث وخلال الستينيات كان هنالك ما يسمى بحرب المافيا الأولى، والتي كانت تدور بين مافيتين حول شحنة هيروين يتم شحنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم اتهام رئيس يدعى كالسيدينو دي بيزا بالاحتلال على رئيس آخر، على الرغم من أن لجنة المافيا الصقلية لم تجده مذنبا. وفي أواخر ديسمبر من سنة 1962، وعندما خرج كالسيدونو من سيارته وفي طريقه إلى بائع سجائر، فقد أصيب برصاصة قاتلة، وبعد أيام تم العثور على جثة قاتله أيضا، ما جعل الحرب تصبح أكثر اشتعالا. وفي 12 من شباط من سنة 1963 انفجرت سيارة مفخخة، لكن هدفها لم يقتل. وفي أبريل من نفس السنة خرج رجلان من سيارة فيات مكشوفة وبدأ بالتصويب على محل سمك برشاش، حيث قتل مالك المتجر والذي كان قاتلا أيضا، وبجانبه رجلان بريئان. وبعد فترة قصيرة قتل رئيس آخر عندما دخل إلى سيارته ألفا روميو وانفجرت به بفعل قنبلة مزروعة تحتها. ثم بلغ العنف ذروته في 30 يونيو من سنة 1963، حين تم تفجير سيارة بأحد ضواحي باليرمو، حيث لم يصب الهدف المطلوب، ولكن قتل 7 أشخاص من بينهم شرطي. وفي نهاية الحرب كان قد قتل 68 شخصا، معظمهم بسبب تجارة الهيروين مع الولايات المتحدة الأمريكية، فتم الحكم على البعض من منفذي الانفجارات، ولكن لم يكن عددهم كبيرا. توسعت المافيا كثيرا لدرجة أنه قد تم بناء مصافي هيروين الخاصة بها في صقلية، كما أرسلوا البعض من رجالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل السيطرة على الأمور هناك، فقد كانوا يجنون ملايين الدولارات من وراء المدمنين،
ولم تتوقف المافيا عن العمل في إيطاليا، حيث وفي سبعينيات القرن الماضي بدأت حرب المافيا الثانية، والتي لم تتوقف إلا بعد مرور عقدين من الزمن. ويعتقد أنه قد قتل 2000 شخص، من بينهم رجال شرطة وأشخاص أبرياء وعائلات المافيا ورجالها. من جهة موازية، لقب سلفاتور رينا بالوحش وبحلول الوقت الذي أصبح فيه يتمتع بقوة كبيرة بفعل سلطته، فقد كان يعرف أيضا باسم رئيس الرؤساء بعد قتله للعديد من أعدائه، وقد كان جزءا من عشيرة تسمى كورليونسي مافيا، وكان لتلك المافيا أثر كبير على العالم بسبب الرعب الذي أحدثته وقتلها لآلاف الأشخاص دون رحمة. وعلى سبيل المثال، توماسو بوسكيتا، والذي كان في أحد الأوقات أحد أكبر تجار المخدرات، وفي أحد الأيام كان في طريقه لملاقاة رينا قبل أن يختفي دون عودة، ويعتقد أنه قد قتل ووضعت جثته في الأسيد. لم يقف رينا عند ذلك الحد، فقد أعطى أوامرا بقتل كل من شقيق توماسو وابن شقيقه وأخيه الغير شقيق وأبنائه وأحفاده، حتى كما قرر أيضا التخلص من المشاكل والمنافسة العائلية. وكان أحد هؤلاء الرجال المدعو فيليبو مارشيز، والذي كان يلقب باسم غرفة الموت لأنه كان عديم الرحمة ولا يخطئ أهدافه. ولكن وفي سنة 1983، وعندما أدرك رينا أن مارشيز قد أصبح يشكل تهديدا عليه، فقد أرسل له من يقتله هو واثنان من إخوانه. ثم كان هنالك شخص يدعى زوجي بيجريكو، وهو قاتل آخر محترف، حيث تم إرساله من طرف رينا للتخلص من شخص يدعى روزاريو ريكونو بعد أن لم تعد له فائدة منه. إلى جانب الجرائم، فقد كانت المافيا أيضا تتبع ما يعرف بالجثة الممتازة تماما، مثل إيمانويل نورتال بالتولو في القطار سنة 1893. وفي الجانب الآخر، كان هنالك قضاة وجنرالات وضباط يحاولون القبض على أعضاء المافيا بالكامل، كما كان قائد شرطة يدعى بوريس جوليانو، والذي قضى وقتا في مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى إيطاليا، وكان عازما على التحقيق في تجارة الهيروين المزدهرة. وفي سنة 1979 أصيب بثلاثة رصاصات في رقبته وأربعة في ظهره، بينما كان جالسا في حانته، وقد أدين قاتله بعد سنوات من ارتكاب جرائم قتل عديدة، كما تم قتل أحد رجال الشرطة والذي كان يحقق في تجارة المخدرات. وفي الوقت الذي قتل فيه بوريس جوليانو، فقد طردت المافيا أسماء أكبر مثل بير سانتي ماتاريلا، والذي كان رئيس الحكومة الإقليمية في صقلية، وذلك بفعل رغبته في التحقيق في العقود العامة والتي كانت المافيا تملك معظمها. حيث وفي أحد الأيام كان مسافرا مع زوجته وابنيه من أجل حضور تجمع عائلي، قبل أن يداهمهم رجل مسلح ويقتل ماتاريلا. وفي سنة 1982 قتلت المافيا جنرالا في الجيش الإيطالي، وهو كارلو ألبرتو دالا كيزا. وعلى الرغم من خروجه دائما رفقة الحراس أو الشرطة، إلا أنه قتل رفقة زوجته والشرطية التي كانت معهما. وفي عام 1983 انفجرت سيارة مفخخة، وقتل قاض إيطالي معروف ومناهض للمافيا يدعى روكو تشينيسي. من جهة ثانية، وصلت وكالة مكافحة المخدرات تحقيقاتها برئاسة القاضي جيوفاني فالكون، والذي قاد حملة واسعة للقضاء على المافيات في الثمانينيات، حيث وفي سنة 1986 كانت هنالك محاكمة تسمى بمحاكمة ماكسي، حين حكم على 338 شخصا، ورغم ذلك لم يقبض على رينا وتم الحكم عليه غيابيا. وفي سنة 1992 تم تأكيد الإدانة الصادرة بحقه، وقد كان ذلك بفعل عدد من الاغتيالات التي حدثت في تلك السنوات،
واغتيال السياسي الإيطالي سالفاتور ليما، كما وجد لاحقا أن رئيس المافيا الأمريكية جون جوتي قد أرسل خبيرا إلى إيطاليا لمساعدتهم في تحضير المتفجرات لقتل فالكون. وفي 28 مايو من سنة 1992 وفي تمام الساعة 7:58 مساء تم الضغط على زناد القنبلة وقتل فالكون، وبعد شهرين تم القضاء أيضا على عدو قوي لريانا وهو القاضي باولو بولسيلينو، والذي قتل في 19 يوليو 1992 بفعل متفجرات تحت سيارته. ولكن وقبل وفاته فقد علم أنه كان يراقب جهاز المخابرات المدنية الإيطالي سيست، لأنه كان يعلم أن جهاز المخابرات يعمل مع المافيا الإيطالية. أما بالنسبة لرينا فقد ظل هاربا من السلطات إلى غاية سنة 1993 عندما قبض عليه وأصدرت المحاكم 26 حكما بالسجن مدى الحياة عليه، ثم توفي في السجن سنة 2017 عن سن يناهز 87 عاما. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.